رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله استقالة الوزارة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى. جاء فيه ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لي عظيم الشرف أن حظيت بثقتكم السامية بحمل أمانة العمل الحكومي برئاسة مجلس الوزراء، عملت خلالها مع أعضاء الوزارة على استكمال برنامج الحكومة 2019-2022 وتحديد الأولويات وصياغة السياسات ووضع المبادرات وفق رؤى وتطلعات جلالتكم للمضي قدما في كافة مسارات التنمية والعمل على تحويل التحديات إلى فرص واعدة لتحقيق قصص نجاح ملهمة في مختلف المجالات، لتكون البحرين دائما نموذجا متقدما في التطور والتنمية وفق إرادتكم السامية. وبفضل دعم جلالتكم أيدكم الله والتزاما بتوجيهاتكم السديدة، تمكنت مملكة البحرين وبإرادة وعزيمة فريق البحرين بكافة الكوادر الوطنية من التصدي بنجاح لجائحة فيروس كورونا، بجانب مواصلة تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافه بأعلى مستويات الكفاءة بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي. كما رعينا في كافة الخطط والبرامج الحكومية ومنها خطة التعافي الاقتصادي مختلف أبعاد التنمية ومتغيراتها وما تستدعيه من عملية ابتكار وتطوير دائمين على صعيد التخطيط والتنفيذ المتقن للوصول إلى الأهداف المرجوة. إن تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين التي أرسيتم دعائمها حفظكم الله ورعاكم يتطلب مواصلة العمل بعزم وإخلاص وإرادة صلبة من خلال تطوير الأداء الحكومي ومخرجاته وتعزيز جودة الخدمة الحكومية ومواصلة ترسيخ قيم التنافسية والاستدامة والعدالة بالتعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق حاضرا مزدهرا ومستقبلا مشرقا للوطن وكافة أبنائه. إننا اليوم يا صاحب الجلالة نشهد مرحلة جديدة في المسيرة الوطنية المباركة، ووفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في البند هاء من المادة 33 بإعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي، فإننا نضع بين يدي جلالتكم أيدكم الله استقالة الوزارة للتفضل بالأمر بما ترونه جلالتكم مناسبا من أجل مملكة البحرين وأبنائها الكرام. ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين، ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.